في خطوة استباقية لخدمة الزوار وتسهيل حركتهم خلال موسم زيارة الأربعينية، باشرت مديرية طرق واسط بتنفيذ مشروع حيوي يتمثل في إكساء وتعبيد الطرق الريفية الرابطة بين مدينة الكوت وقضاء النعمانية. على بركة الله، باشرت مديرية طرق سور واسط بتعبيد طريق الزوار الرابط بين طريق العام طريق بغداد وطريق العبارة المؤدي إلى منطقة النعمانية. طريق سابقا كان طريق مؤذي للزوار وطريق ترابي، طبعا في أوقات الشتاء يكون مؤذي بسبب الأمطار والأطيان وغيره. الطريق يتكون من أكثر من 3 كيلومتر، راح يكون إن شاء الله قبل زيارة الأربعينية جاهز للزوار، وراح يكون بشكل جيد خدمة لزوار إمام الحسين عليه السلام. بالتوجيه من الدكتور محمد جميل المياحي محافظ واسط المحترم، وبإشراف من مديرية طرق وجسور واسط، وبإشراف المهندس كاظم كشيش، تم المباشرة بإعمال طريق المقام ويبلغ طول الطريق أزيد من 3 كيلومتر، ويخدم الطريق الزوار القادمين من المحافظات الجنوبية باتجاه قبلة الأحرار أبو عبد الله الحسين. يتضمن العمل أعمال تسوية الأرض الطبيعية وحد لها، ومن ثم المباشرة بأعمال فرش طبقات الحصى الخابط، ويبلغ طول الطريق أزيد من 3 كيلومتر. الطريق يخدم المحافظات الجنوبية القادمين الزوار القادمين من المحافظات الجنوبية من العمارة، من الناصرية، من البصرة، ومن محافظة واسط. قبل يعني صراحة من جينا احنا للطريق يعني معاناة المنطقة إضافة للزوار، خاصة في فصل الشتاء، لأن الطريق ترابي والزوار يعني صراحة يشكون المنطقة بالفترة اللي سابقة، يعني الزوار معاناة خاصة في أيام المطر، يعني يظلون حائرين بالزائرين اللي بعربانة، اللي أطفال، اللي امرأة. والحمد لله بجهود السيد المحافظ إن شاء الله العمل يتم على أتم صورة. نشكر الجهد الهندسي، ونشكر محافظ واسط، ونشكر كل من أنجز هذا المشروع. إن هذا المشروع يخدم زوار أبي عبد الله الحسين، آلاف الزائرين جاي تمر منه وتمشي بين شاي، بين طفيل، بين عربانة، بين امرأة، فهذا الطريق جاي فائدة للزوار، فائدة للمنطقة. قبل ما كان عندنا الدمار، تمشي العربانة تفلش، الجاهل ما يقوم يطيح بيها. سنعمة إن شاء الله خير وبركة، وشغل جيد وعمله جيد، وهذا الطريق يخدم زوار الحسين كل هالمنطقة الجنوبية، إذا كان يجي من البصرة، إذا كان من العمارة، من الناصرية، من الكوت، من الحي، من الدجيلي، من كافة مناطقنا. نعاني أشكال المعاناة، معاناة الزوار من تجي منا. أكو كان بالأيام الشتاء وحل طين هذا كله، إلا نجيب لهم عرباين ونطلعهم ونصعدهم للشارع هنا. وهسه إن شاء الله بجهودكم وبجهود الطيبين الخيرين راح ينجز هذا العمل وتخدم الخدمة الزوار الحسين.